نعم استاذ سامي من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سامي. حجينا في 2007 حج جمعيات. طيب دلوقتي احنا في طواف الافاضه سعينا حول الكعبه 7 شواط بس ما طفناش بين الساعة والمروه خالص. لا اول ما وصلنا طفنا وعملنا عمره بس الطواف الافاضه نفسه اللي هو بقى اثناء الحج عملنا 7 حول الكعبه بس ما طفناش بين الساعي والصفا والمروه. تعالى بس نقول انت دلوقتي خلينا بس احنا دلوقتي لازم نفصل ما بين حاجتين يا حاج حاج سامي. احنا دلوقتي الركن اللي عندنا في الحج هو الطواف، طواف الافاضه، اسمه طواف الافاضه، وانت عملت عمره والعمره من اركانها الطواف والسعي. فانت دلوقتي بتقول لي احنا دلوقتي وكانك انت فاهم ان كل طواف لازم يكون وراه سعي. انت عملت طواف الافاضه، فاذا عملت طواف الافاضه فانت عملت شيء صحيح. نعم.